طريقهم، والشكر العلي القدير الذي يسر لنا أن نسلك دروبهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، أول معلم لهذه الأمة. عندما نتحدث عن التعليم والعلم، منظومة التعليم، أي منظومة لابد وأن يكون لها حاجتين: الأساس والمكونات، أساس النظام ومكونات النظام. أساس النظام، سواء هنتكلم عن التعليم أو هنتكلم عن أي منظومة، اقتصاد، تعليم، سياسة، بحث علمي، أساس هذا النظام هو الإنسان نفسه. فإذا صلح الإنسان صلح النظام، وإذا فسد الإنسان فسد النظام. السيستم بالنسبة، معلش، صدق القائل أن الناس رجلان، رجل ينام في النور ورجل يستيقظ في الظلام. أنا أتكلم عن البحث العلمي، معلش، الرياضيات، أي ظاهرة موجودة في المجتمع نحتاج إلى التحليل الرياضي، التحليل الإحصائي لبيانات أي ظاهرة موجودة في المجتمع. فلو أنا بتكلم عن التمريض أو بتكلم عن العلوم، أي علم في الدنيا له أربع ركائز أساسية. أي علم في الدنيا، وهنلاقيه موجود في كل العلوم، والركائز أو الأربع ركائز لأي علم هي: أول حاجة المسميات، مسميات في العلم. لو هتكلم عن التمريض، علوم التمريض، هناك مسميات في علوم التمريض. لو هتكلم عن الكيمياء، مسميات في الكيمياء. لو هتكلم عن الرياضات، المسميات هي واحدة في كل العلوم، وكل العلوم الوقت متداخلة يعني. فالمسميات، تاني حاجة المسلمات. المسلمة، هناك فرق بين المسلمة والنظرية. المسلمة شيء يقبله العقل ولا يحتاج إلى إثبات أو إلى برهان أو دليل. المسميات، المسلمات، بعد كده من المسميات والمسلمات لأي علم اتعمل منه النظريات. هناك نظريات في كل العلوم. المسميات والمسلمات والنظريات، عندما تثبت النظرية نصل منها إلى الحقائق، ولا حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة لمنطق النيوتروسوفيك، وأنا قصدت أن البروفيسور بتاع المنطق ده هو يتكلم عشان يدي مقدمة عن اللوجيك نفسه. اللوجيك اتحول بعد كده، حولناه إلى رياضيات وإحصاء وكمبيوتر، ودخل في جميع العلوم، عملنا حتى شغل فيه في الجغرافيا. طيب عشان ندي نوضح الأمر للناس شوية، إيه اللوجيك الجديد ده؟ اللوجيك ده بقول لا حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، كل وجهات نظر، وكل واحد بيقيس من وجهة نظره. طيب الفكر الكلاسيكي بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه لحد دلوقتي في البحث العلمي، كل مبني على الصفر والواحد بس، الابيض والاسود، بلغه الكهرباء اون واوف، بلغه الرياضيات صفر وواحد، بلغه الالوان ابيض واسود. اي بيانات عندنا في الابحاث، معلش انا في الاول انا نسيت اشكر كليه التمريض، معلش عشان الابيض والاسود بس. فكل
الظواهر الموجودة في المجتمع، التحليل الكلاسيكي بتاعها أو تحليل البيانات بتاعتها مبني على الإصفار والوحايد بس. التكنولوجيا والتشفير والكمبيوتر كل ده مبني على الصفر والواحد بس، نعم ولا. حتى الانتخابات نعم ولا. المهم هذا المنطق لم يعد مناسبا لنا في التعامل الأبيض والأسود. فهناك المؤيد لقضية في مجال التمرين، وهناك المعارض لنفس القضية بنسب، مؤيد بنسبة لقضية معينة ومعارض بنسبة لنفس القضية، وهناك من يؤيد المؤيد ويعارض المؤيد، وهناك من يقف على الحياد، نفس الكلام للدرجات. كل هذه الآراء في الفكر الكلاسيكي بتاعنا متناقضة، ما بتتقابلش. في التحليل الرياضي لأي ظاهرة ما كلها دي ما بتتقابلش، أنا بحطها لا إما صفر لا إما واحد. أنتم ما بتعملوا استبيانات على أساس تدرسوا ظاهرة في المجتمع بنحولها لبيانات، بنحولها في استمارات كلها أصفار واحد. ده المنطق الكلاسيكي أو الستاندرد لوجيك. أما الميثوسوفيك لوجيك بياخد القضية، أنا بقول